السلام عليكم خوتي متبعين ديال الاشواط داخل الوطن وخارج الوطن من طنجة للدويرة، تنحبتم وتنموت ليتم. تما عارفين البرطوط بطاطا المطلية والحوط المطلي وطرن ديال السطر، وتما عارفين دول شي. اليوم اخوتي درت واحد العملية جراحية خوتي المتبعين، هذه جوج عملية درت. العملية الاولى نجحت ليا وغنعاود ثاني العملية ان شاء الله طاري ان شاء الله. وحدين دات لي العملية عشان في فرنسا من هذا المنبر تنطلب ليها الشفاء، والله يخلي لها وليداتها ويخلي لها معز عليها ويخلي لها الزوج ديالها. هي دات لي العملية وعطي العملية الثانية. انا تنطلب من خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، دخلوا عدي الطانة ديالي وديروا عبد الله البرطوط، عبد الله البرطوط طومونتير زوين، ابوني الناطوس وطفوا معايا شي 3 شهور 4 شهور بينما انا تعبني الترا. انا تالي 24 نفري 3 شهور ما خلصتو. وعرفتي لي عاد الفطا خوتي المغاربه عم يخدم ما يردم، انتم عارفين هادشي. هادشي باغي خوتي المغاربه نتمنى لي ثم تطفوا معايا. البرطوط منين جات الكلمه ديال البرطوط؟ البرطوط جاتني من الصغر. كان واحد انتخابات، واحد الصوت ديال الانتخابات، كانوا مع شي 4 الخزين، كانوا الشيخات، كانوا الوتيريه، وداروا لي نعطي التعليمه نعطي التعليمه. قلت لهم اللي مصوت ياتوا البرطوط، واللي ما مصوتش ياتوا الطليه. عرفتي الطليه؟ الطليه صافي تما تسمعوا لي البرطوط. هز البرطوط، حط البرطوط، حط برطوط. قول لي البرطوط كيفاش جاك الفدق؟ هادشي معاد الله، هادشي معاد الله. من العمليه الاولى اللي درتها خويا درتها في السجن، وما داروا فيها الشبته ولاد الحرام، ترفسوا عليا ما فات شهر رجع ليا. دابا عاد درت الشبته هادي في 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 اليمن وبطيه، دابا الله يسر. تاهو واش تنطلب من خوتي المغاربه يدعموني في الطانه ديالي. انسان ما تنديرش حاجه خايبانه، هادو الشيء عادي زوين. تفرجوا فيا عائله، تفرجوا فيا الوالدين، تفرجوا هادو الشيء. خليهم صحابات ريتو اليومي لابسه السروه ديال الجين ولا لابسه طونور، غنطيب ليهم الحوت المطلي. انا عارف نطيبوا الحوت المطلي، انا غنطيب لهم البرطوط، انا عارف نطيبوا البرطوط. تيسيري تستري، فضحتونا الله يفضحته في الدنيا وفي الاخره. علامات الساعه دي والله خوتي، علامات الساعه تاع حاجه نبقى تعجب في الدنيا. سمع التواريث شي ذبح في الشج. حنا اسلام، حنا مغاربه حر وداخل الوطن وخارج الوطن. خوتي تزيري زين ماتينا خاوه الدول العربيه تاني، تنحبتم وتنموت عليتم. دخلوا عدي طومونتير زوين، ابوني الناطوس، ندوز في الطانطوس. طوعيا بالله الله 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 تندوز في الطانطوس. يا خويا برطوط كيفاش جاتك الفكره في الاول باش دير القناه؟ ملي خرجت من السجن اخويا داروا لي الدراري علاش انت مطبول، هضرت مطبوله. انا تنهضر عوفي، ما عادش مع البروتوتور. عرفتي البروتوتور؟ شفتي البطاطا في البطاطا؟ ما عادش البروتوتور. عرفتو شنو بروتوكول؟ ما عادش انا مع البروتوتور، انا اللي في دلبي في نسالي تنهضر طبيعي، ما داير لا ورطه لا والو، طلع شي من الموتور. دلبي زوين، اي واحد تنبغي ليه الخير، اي واحد ما محسدش مسامح. نتخاصم مع الدابة واحد الصوم ولا جوج، نتصالح معاه. وعطاني الله واحد الزوجه صالحه الله يرضي عليها من هذا المنبر، عطاني الله واحد الوليد الله هو اللي تيعطي. من غيروت الداب ودرت الطانه في اليوتيوب اللي تنتلف ليا بها نهار الاول، طول بعيا داير 4820 ريال، ولت حافظ التود فهمتيني، دايره في سميتو. وملي دعيتو دابا عاد رضيت في سميتي انا. حنا غادي بشويه بشويه تدير الله تاويل اخويا. قول لي برطوط كيفاش تعرفتي على الزوجه ديالك؟ كيفاش تخطبتيها وكيفاش؟ الزوجه ديالي مشيت لتونات، عرفتي تونات؟ جوج فيها من تم، قيم سنة ايتيم الله يعمر لها الدار فهمتيني؟ بطرطون ديال السطر. تاج فوض راسي حدا خد الجيب ديال الندافة وريا التوفر وطوط العنزوط طوط في الفيت سبوت صعب معاه في التين طوط شاطي عليا نشاطي شاطي نشاطي العام جاسم تم عد في المحتامة بغى النفاطة
باغا النفاطه. ايه ولاد البنات زوينه تعطينا تروح ربي على فعله. لي زوينه زوين كي تيحبني. داك الحوت تدخل التينطوط عطي التينطوط. التينطوط. شو دير يا عباد تم تلا الحوت المطي الحوت المطي الحوت المطلي. اجي يا بابا تعال حتى. البودوس ديالي. درهم السلام عليكم. درهم خوتي المغاربه داخل الوطن. خارج الوطن من طنجة للدويرة بابا والبرطوط الصغير تنحبوتهم وتنموتوا عليهم وتنحماطوا عليهم. يا عدو الزين عدو الحمام ديرو في دارو عدو الزين عدو عايشة طنطيشة ديرها في دارو عدو الزين عدو برطرط ديرو في دارو. اش ناس طيبة والله يحفظ لي اخوتي المغاربة. انا من نهار خرجت من السجن ما خدام ولا عندي ديبلوم ديال الطبخ دفعتو لي مازال ما داروا معايا والو اخويا. انا خرجتو معايا من الداخل سمعتيني خرجتو معايا من السجن 20 عام فابور وربي شاهد ليا ما طاحت ما مختصه ما درت شي حاجه بابا ولدي عندنا حوط الانسان اش من حوط عندنا ليلى عندنا الله عندنا الله وين تنتلجوا اليوم غنتحاسبوا غنمشيو عند الله اي واحد غيتحاسب خويا بارطو ضربت 20 عام كامله ولا مقرر كامله شنو السبب ها ودي قلت شي قلت شي تمشيو عند الله غنتحاسبوا إيه. الناس في الحبسه فابور تنبغيش تندق ما بغيتش نهضر في هذا الشيء اللي هضرت في هذا الشيء انا ما تنعرفش نعبر فهمتيني نعرف انا الفرش اللهم استر تنهار مشيو ليه ونتحاسبوا اي واحد غيتحاسب وزير طاضي محامي وتيل اي واحد الله ديرنا بحال بحال وخا يتورث من البوه المناير غادي مع الشبر وغادي مع التنا بيضة وخا ينعس في فيلا عدو بالدياموند هاهي المرايا نشربها اخ انا ندير هادشي ديال المات انا باغي ندير يوطفوا معايا المغاربه طلب شي محسن ولا محسنه شي محسن ولا محسنه يوطفوا معايا هادشي اللي باغي انا انت ندير هادشي ديال المات لا تمساعد اخويا برطوط اتصل بك شي محسن وبغى يخدم شي مطعم ديالو مثلا مرحبا 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 انا جيت انا تنطلب من خوتي المغاربه ولا شي محسن ولا محسنه يوطفوا معايا انا درويش اوت الشعب ما موش دريم ما والو اللي في دربي فنسالي يوطن معايا الله يجعل ربي يفتح لي بيبان الخير والله يجعل ربي يوطن معاه انا بغي نعيش هات الوليد ما باغي والو ما باغي ندير لا فيلا لا والو دابا ما حاني لترا تصن فمي بالله هي ثلاث شهور ما خلصت لترا دابا وشهر ديال الدول ما مخلصتوش امنوا بالله واش اللي داير العمليه بغيتي نوريك اخويا ابلش هات صورتش صور شفتيها واش يدير العمليه ونعاود العمليه الثانيه باغي هي شي حاجه اخويا فهمت قال شنو الرساله الرساله عند اخوتي المغاربه انا ولد الشعب درويش البرطوط اللي في دلبو فنسالو داخل الوطن وخارج الوطن دخلوا عندي الطانه ديالي ديروا لي ابوني والناطوس واحد 4 شهور ولا 5 شهور خدمتوا معايا 4 شهور ولا 5 شهور اخويا غندخل انا ندير واحد المشيريع والرهن ثاني واحد الرهينه ب 5 مليون 4 مليون خلص 10000 ريال واش 10000 ريال بهيش بحال 24000 ريال سمعتني اخويا لا رهنتي ب 4 مليون خلص 10000 ريال ونديروا لي شاطيه نديروا واحد المحل صغير فهمتيني وندير فهادشي ديال الماتله ولا تروصا ولا موطور ندير هادشي ديال الماتله دخلوا عدي الله يجعل ربي يفرحتهم ها هي عبد الله البرطوط اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة